وينافسوا بيها في مسابقة فورمولا العالمية، وهم طلاب كلية الهندسة قسم ميكانيكا سيارات والمعروفين باسم فريق حلوان فورمولا ستودنت. شارك فريق فورمولا حلوان كأول فريق عربي وإفريقي في مسابقة فورمولا العالمية عام 2010، وحصل على المركز 74 من بين أكتر من 120 فريق من جامعات مختلفة، وكمان قدر الفريق يحقق المركز العاشر في مسابقة فورمولا 2011 من خلال تقديم نموذج تصميم لعربية من ابتكارهم. المسابقة دي بيشارك فيها حوالي 120 جامعة من 80 دولة مختلفة، من أشهر الجامعات اللي فيها جامعة شتوتغارت من ألمانيا، ميتشيغان من أمريكا، جامعة مانيش، جامعة ليفربول، جامعة إكسفورد، طبعا جامعات كتير من أوروبا. وإحنا الحمد لله شاركنا سنة 2010 وخدنا كاس البيست نيو كومر. الفكرة بدأت لما زميل لينا اسلام رزق هو قرأ عن الموضوع على النت، ابتدى قرأ عن المسابقة وتواصل مع ناس أعضاء في فرق برة، فتاجي عرض الفكرة علينا احنا كطلبة. يعني احنا في الأول طبعا هنعمل عربية وعربية سباق وتشارك وتسافر، فكان الموضوع صعب في الأول شوية، لحد ما اتصلنا بدكتور وليد عبد الهادي واتكلمنا مع الناس في القسم. هما في الأول ما كانش عندهم ثقة اللي احنا هننفذ كل الكلام اللي احنا بنقوله، لحد الحمد لله عملنا بعض الديزاينز وراجعناها معاهم. التيم فيه اربع اجزاء، بورترين، سسبنشن، فريم، ستيرنج، تمام، بريك. في جزء نون تكنيكال، النون تكنيكال ده مسؤول عن ان جبنا سبونسر اورجانيزيشن تيم ينظم المسابقه. روح الفريق الواحد ومحاوله الوصول لاعلى جوده في التصميم والتنفيذ هي اهم الاشياء اللي بتميز بيها فريق فورمولا حلوان. هند النعساني، عز الشبر. يا جماعه رجعنا لكم تاني، بس هنا في سؤال بيطرح نفسه، هل ممكن في يوم من الايام نلاقي عربيه مكتوب عليها ان هي صناعه مصريه ولا لا؟ لكن زي ما شفنا معانا في التقرير من شويه ان فعلا في يوم من الايام هنقول ان احنا عندنا عربيه صناعه مصريه 100%. ده النهارده اكدوا لنا فريق حلوان فورمولا ستودنت اللي عملوا لنا النهارده معجزه من المعجزات بتاعتنا، ان هم عملوا لنا عربيه سباق. او العربيه هتتكلم اكتر عنها لما نعرف التفاصيل من معتز مصطفى. منورنا جدا معتز. ميرسي. وكمان معانا عمر ابو عافيه، منورنا جدا يا جماعه، احد اعضاء الفريق. ميرسي، ربنا يخليك. ايه يا باشمهندس؟ الحمد لله تمام، كله حلو، كله زي الفل. احكي لي على الاول كده، عملت ايه يعني؟ ليه قلت انا عايز اعمل عربيه سباق وجالك منين قلب؟ هي الفكرة ابتدت زي ما اتقال كده في الريبورت، من فكرة ان واحد زميلنا اسمه اسلام رزق كان هو متابع الموضوع اصلا فترة على الانترنت وكده، وكنا احنا في بكالوريوس خلاص، كان ده كان في 2010، فقال نشارك يعني نجرب ونشارك بس. فابتدت الفكرة من هنا، ابتدينا نجمع تيم، ابتدينا نتكلم مع الجهات المسؤولة في الكلية وكده. بعد كده كان مشروع سبونسر. يعني كان مشروع تخرج ولا لا؟ الاول ما كانش مشروع، كان يعتبر ستودنت اكتيفيتي. بعد كده قعدنا بقى نسعى شويه ان هو يبقى مشروع، لان هو بعد كده قالوا يعني اكيد مش هيبقى فيه اصعب من كده مشروع تخرج يعني. بس فالحمد لله من 2010 هو بقى خلاص معتمد عندنا في الكلية ان هو مشروع تخرج. تمام، معتمد عندكم يعني كل سنه ممكن يتعمل قصدك؟ هو احنا فعلا دخلنا في 2010، 2011 ما عرفناش نجيب سبونسر عشان الثوره وكده، فالطلبه سافرت على حسابها نفقتها الشخصيه. بس ما اتعملتش عربيه، راحوا بديزاين وكوست وحاجات زي كده، يعني بيشارك ستاتيك بس. وان شاء الله عمرو بقى في تيم بتاع 2012 ان شاء الله. ان شاء الله. عمرو، خليني اخش معاك كده في البدايه، عايز اعرف منك اشمعنى ركزتوا في مسابقه فورمولا، او بمعنى اصح ليه ركزتوا في عربيه سباق؟ ما فكرتوش تعملوا عربيه مصريه مثلا، عربيه طبيعيه تقليديه زي بنشوفها؟ والله هو بالنسبة للعربية المصرية دي بتعتمد على خطوط الانتاج، دي اول حاجة، ما بتعتمدش على الطلبة بس. اللي خلانا نركز ان احنا نخش عربية الفورمولا، اعتقد ان دي هتبقى المفروض ان انت بتعمل اختباراتك على الخطوة الاصعب الاول، بعد كده بتخش على الخطوة الاسهل. يعني اعتقد ان الاجهادات اللي بتتم على عربية الفورمولا بتبقى اكبر بكتير من الاجهادات اللي بتتم على الباسنجر كار او على العربية العادية، فهو ده السبب اللي خلانا نركز عليها ده في الاول. ثانيا، عشان كانت ظروف المسابقة ان هي فورمولا ستودنت، اللي هي انا عايز اسالك، كنت لسه عايز اسالك، ايه هي الفورمولا ستودنت؟ يعني هل هي فعلا تبع للفورمولا اف 1 ريسز اللي احنا عارفينها، ولا نموذج مصغر منها؟ يعني اشرح لي اكتر المسابقه دي عامله ازاي. هي تقريبا نموذج مصغر منها، بحيث ان هي بيشارك فيها 120 جامعه على مستوى العالم. تمام، احنا طبعا اول جامعه في الشرق الاوسط وفي افريقيا والوطن العربي تشارك في المسابقه دي. تمام، جامعه حلوان بس عشان جامعه حلوان. فاحنا الناس كانت فعلا متفاجئه بينا جدا، يعني لان الطبيعي بقى بتاع اي مسابقه، بتاع المسابقه دي، ان انت بتروح الاول بتبعت مصورين يبتدوا يصوروا المسابقه، وبعد كده بتخش الاستاتيك ايفنت اللي هو ان انت بتروح بديزاينز بس، ممكن بعديها بسنه او سنتين، وبعد كده بعديها بسنتين او ثلاث سنين، لان انت بتلاقي الحاجات الثيوريتيكال اللي انت عملتها على الورق مختلفه عن الواقع بشويه، فبتبتدي تجرب في سنتين ثلاثه وبعد كده تروح. احنا القصه عندنا خلصت في 5 شهور ما شاء الله.
خمس شهور. معتز معانا العربيه يعني جاهزه واشتغلت ومشيت؟ هو العربيه كانت جاهزه تمشي بس هو حصل ايرور كده بسيط في الماتيريال نفسه. حصل عندها ماتيريال فيلير في اخر. هو ايه يعني؟ انهي جزء؟ في جزء كده في البريكس كان في زي لينكج كده بيربط بين الدواسه وبين الماستر. فده كان هو كان في كراك من جوه الماتيريال نفسه ده طبعا ما عرفناهوش. فالماتيريال ده اتكسر فده اللي خلانا ما خلصناش اخر بري دايناميك تيست اللي كان بعديه ان احنا خلاص تبقى العربيه جاهزه ان هي تبقى راننج على التراك يعني. لكن غير كده هي العربيه جاهزه بس طبعا بعد ما رجعت الجمارك عدوا طبعا حاولوا يعرفوا ايه ده. جمارك اهو جمارك هي مش طالعه من هنا؟ هي طالعه من هنا الجمارك لعبوا فيها شويه وبعد كده وهي راجعه لعبوا فيها اكتر. لحظه واحده الجمارك لعبوا فيها شويه دي عربيه لا لحظه عربيه مصريه طالعه مسابقه بره في انجلترا ومفروض احنا بنشرف مصر او بنمثل مصر. عامه احنا دافعين 100,000 جنيه جمارك اصلا في بورتس جايه من العربيه. لا بس عشان هي جزء منها حاجات جايه من بره. اعتذر انت بتعمل حاجه ناشونال. انا بعمل حاجه للجامعه جامعه حكوميه كمان. المفروض ان يعني الناس تساعدني. لا احنا دافعين تقريبا تلت ميزانيتنا راحت في الجمرك يعني. ما شاء الله. تمام. عمرو هي العربيه مصر برضو ولاده طبعا. العربيه صناعه مصر 100% ولا داخل فيها ماتيريالز ده ثانيه ممكن من بره؟ هنقول ان هي 80% 80% منها مصري. الفريم البودي الاجزاء كتير من السسبنشن ستيرنج البريكس كل ده كله مصري. الانجن كان المسابقه حاطه شروط ان هو يتحط ريستريكتد انجن 600 سي سي 120 هورس باور بحيث ان هو يمشي على التراك يبقى سرعته على التراك سرعه المركبه على التراك ما تزيدش عن 120 كيلومتر في الساعه. طب ليميت يعني عايز خلينا بس انا بس عايز افسر الحته اللي فاتت دي. فالعربيه تقريبا معظمها معمول عندنا بكل شيء ما عدا في ما عدا جزء الموتور. جزء الانجن والترانسميشن. تمام. والترانسميشن هي يونت واحده الانجن في الترانسميشن. هي على بعضها كده. دي ده الجزء الوحيد اللي جاي من بره. تمام. ايه فكره ال 120 كيلو ليه هم حاطين ان اخرها يبقى 120 كيلو؟ هما مش حاطين هو بيعمل لك حاجه اسمها ريستريكشن على الانجن لو حضرتك شفت الصور بتاعه العربيه لا مش ليميتد سبيد بيخنق الهواء اللي داخل مجمع السحب اللي هو الانتيك مانيفولد. تمام. بحيث ان هو يشوف اول حاجه يشوف الانوفيشن اللي انت هتعمله في العربيه ده اول حاجه. تاني حاجه اللي هيسوق العربيه دي ستودنت مش بروفيشنال فده حاجه نوع من انواع السيفتي يعني. فهي الفكره من بناء والمسابقه مش فكره انك نشوف مين الاسرع هو مين اللي عمل سيستم متطور. لا هي لو هنتكلم فكره المسابقه هي بتاخد المنظومه كلها من اول الديزاين لما بيبقى جاست فكره بس لسه هتحطها على الورق لغايه لما تعمل العربيه وازاي ان انت تسوقها والاهم ازاي ان انت تشتغل في جروب كتيم ورك. فهي المسابقه واخده كل حاجه يعني. هي بالنسبه لهم حتى اغلبيه الجامعات اللي رايحه طبعا بيشتغلوا هارد ورك كل حاجه بس هو بالنسبه لي وانس ان انا وصلت الايفنت انا نجحت ان انا عملت برودكت وخلصت كل الكلام ده فده بالنسبه لي نجاح. تمام. بس هل موفرين في البنزين يعني؟ انا سمعت ان في عاملين زي تكنولوجي بتطلع اقصى باور من الموتور في مقابل هو اصلا الانجن الاستهلاك يعني ولا البنزين بتاعه ما بيسحبش كتير 600 سي سي. والماب طبعا يعني احنا عاملين ري مابنج احنا يعني الخريطه اللي بيشتغل عليها الموتور بتاعت يدي بنزين قد ايه في وقت قد ايه والكلام ده كله ده كله متغير. انتوا مظبطين لان زي ما عمرو قال ان هو الريستريكشن ده يعني هو الاحتراق بيبقى هواء وبنزين فهو غير نسبه الهواء اللي داخله فبالتالي لازم اغير البنزين. لكن هي مش معتمده على السرعه المسابقه نفسها. لا يعتبر يعني السرعه طبعا بس انت بتقول 600 انت بتتكلم 600 سي سي بتتكلم 120 هورس باور فبتتكلم الموضوع يعني محدود شويه متحجم. لا بالعكس هي العربيه لو بنتكلم في اكسلريشن فهي مثلا بتجيب من 0 ل 100 في 3 ثواني يعني 3 ثواني 0 لان هي انت العربيه احنا كنا اتقل العربيه هناك عشان اغلبيتها ستيل عشان ده الماتيريال اللي موجود. فكان فوق العربيه 345 برضه مصر جامده مصر جامده يا معلم. احنا ما عندناش اي ميتلز متوصفه في مصر اصلا يعني. احنا نزلنا نسال طب ايه مواصفات الحديد ده؟ لا هو ده اللي موجود. ما فيش مواصفات. هو ده في رولز احنا بنمشي عليها المسابقه بتحطها. تمام. فالرولز دي هو بيديك ادفايس بيديك نصايح ان انت تشتغل مثلا بستيل 60. تمام. بتنزل انت بتنزل السوق يعني السوق العادي ده اللي انا كنت بقول لك عليه السنتين اللي بتقعد تجرب فيهم ما بتلاقيش. تنزل السوق ستيل 60 لا احنا بنستخدم ده بداله. طب ده هيتحمل اجهادات هيتحمل ستريس هيتحمل الكلام ده طبعا ما يعرفش هو انت بتشتغل بيه خلاص. تمام. فبتستخدم البديل ده وزنه اتقل وزنه اتقل بكتير بكتير. احنا وزن العربيه عندنا كانت 345 كيلو. بيفرق معاك جدا على فكره. طبعا ده كان بيفرق معايا. احكي لي معتز ايه تاني صعوبات اللي مشيت معاكم يعني انتوا كواحد سيبك بقى من انتوا كشباب خدتوا تجربه ممكن رجل اعمال يبقى جاي وراجل اعمال مصري عايز يعمل عربيه مصريه فاكيد في انتوا عديتوا في مراحل صعوبات كده جزء منها انا سمعت الحديد. احكي لي بقى طيب احنا لو هنتكلم على صعوبات واحده واحده اول حاجه طبعا كانت الاجراءات
تمام. الورق والموافقات وان انت تخش وان انت لا وتخاطب الوزاره دي وتخاطب الوزاره دي. طب ليه وزاره الصناعه ما حب يعني ما رحتلوش ما لجأتلوش ليه؟ هو احنا بالفعل قابلنا دكتور محمود عيسى. أيوه. بس الكلام ده كان في 2012. أيوه. اللي هو السنه دي 2011. في 2010 قابلنا مش قابلنا يعني هو كان في كونتاكت كده اندايركت مع الباشمهندس رشيد. ما قدمش الدعم الكافي بصراحه يعني. ما اعرفش ممكن يكون هي اصلا امكانياتها محدوده الله اعلم يعني. حتى الوزاره عامه كده محدوده. انت طيب قوي والله. الناس طيبين قوي يا جماعه. مش كده بس يعني احنا طيبين ولا ايه؟ لما قعدنا مع الدكتور دلوقتي كان الكلام برضو ماشي هنوفر لكم اماكن وهنعمل وهنعمل وهنعمل. محدش كان في دعم فلوس محدش اتكلم في معامل. كان هيقعد هيقعدنا مع وزير الانتاج الحربي السيد وزير الانتاج الحربي. بس انا اكتشفت للاسف ان احنا بعد ما خرجنا من لا مش انت بتقول اتكلم قد كده. لا دلوقتي مع دكتور محمود عيسى الكلام ده حصل بالظبط من 3 اسابيع. الاجتماع ده حصل من 3 اسابيع مع الوزير مع سياده الوزير. واكتشفت ان احنا بعد ما خرجنا من الاجتماع انا لسه كنت بتكلم مع معتز في القصه دي ان احنا ما طلعناش بوعدنا فيها. مفيش اي حاجه. يعني انتوا وصلتوا لايه؟ الاجتماع كان عشان ايه اصلا؟ عشان ان احنا عايزين نوصل اول حاجه ان احنا تبقى جهه معتمده ونبتدي نشتغل. تمام. ما نبقاش وظيفه الطالب ان هو يحاول يلم فلوس. يعني احنا دلوقتي احنا بندفع فلوس كتير جدا من جيبنا خصوصا بالظبط. مش الجامعه في اعتقد كمان تلم الجامعه في حلوان. الجامعه انا فاهم جامعه حلوان. لا ما هي دي الاجابه جامعه حلوان بس خلاص. لا فين دور الجامعه منكم يعني؟ انت والله هي دي الاجابه جامعه حلوان بس خلاص. هقول لحضرتك على حاجه بس خلاص. احنا اشتركنا في اوتوميك ايوه 2011. فموقف ظريف كده حصل ان انا داخل للعميد فباخد منه تصريح عشان خروج العربيه اللي احنا عاملينها عشان تروح اوتوميك روتيني ولذيذ ما فيش مشاكل. طبعا هو عربيتهم يا جوز يعني بيفتح العربيه بس انت في كل الجامعات بصراحه حتى الخاصه ما فيش مشاكل كل ده. فهو رد عليا عمرو هو انا ما وريش غيركم فعلا فعلا. فانا قلت له يعني انا كان ردي كان سيء بصراحه يعني. انا قلت له حضرتك عندك غيرنا. ده كان يعني ده ملخص بسيط يعني بادب كده عن تعامل الجامعه او تعامل الجهات. بس خلينا نرجع تاني في الاجتماع. انتوا كنتوا عايزين توصلوا مع ايه؟ عايزين نوصل ان احنا نبقى جهه معتمده. اولا يبقى في حاجه اسمها موتور سبورت في مصر كدراسه وكايفنتات. تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه نحقق الحلم بتاع سنه 60 ان احنا يبقى عندنا عربيه مصريه. رمزيز مش هتبقى رمسيس بقى. مش هتبقى تعمل حاجه يا عم. اي حاجه نسميها عفريت يبقى في عربيه موجوده. بالظبط بالظبط. وصلت معايا ايه بقى؟ عندي مصانع. لا عمرو احكي لي وصلت مع الوزير ايه فين؟ ما هو انا قلت لك ان احنا ما وصلناش لحاجه. لا يعني لا استنى بس. ما انت جبت لي ملخص. قال لك ايه يعني؟ قال لك حاضر. قال لك بعدين. حاضر هنكلم السيد وزير الانتاج الحربي ونستغل. انا ممكن اتحبس بعد الحلقه دي. لا يعني وهنستغل اوكي ونستغل المصانع الحربيه الغير مستغله في ان احنا نبتدي نشتغل فيها. ده مع وزير مين؟ مع السيد وزير الصناعه. وزير الصناعه محمود عيسى. تمام. فده الكلام اللي وصل. وكان في ناس كلام كويس على فكره جدا. بس ما حصلش. ما هي الجامعه في حلوان وكلام كويس. بعد 3 اسابيع انت الكلام ده من 3 اسابيع. حوالي هو يعني فكرك في البدايه ما انت صغيره غريبه قوي يعني. انا مش عايز. لا بس والله. لا بس خلينا نتكلم. لا خلينا نتكلم جد. لو هتكلم جد دقيقتين. لا هو في مشاكل كتير قوي واضحه ان احنا ما عندناش مؤسسات هدفها الابداع. ما عندناش مؤسسات بتشجع الابداع. مفيش طالب بيبقى عنده طموح ويلاقي الموضوع سهل. لا هيلاقي الموضوع يكئبه. معقد. لا مش بس معقد. هو الموضوع يكئب يعني. انا اعتقد ان انتوا جاتلكوا قرار اكيد كنتوا كارهين عشانكم. بص هقول لحضرتك انا ما زلت كاره الحمد لله. الدنيا معتز متخرج من 2010. تمام. تعقيبا على اللي انا هقوله انت ال 25 واحد اللي اشتغلوا في او 28 واحد اللي اشتغلوا في العربيه دول انت دول عملت شركه. شركه صناعه سيارات اتش ار ماركتنج تصنيع ديزاين هندسه كل حاجه عملتها في العربيه دي بجد من الاول لغايه الاخر انت عملت شركه. معتز قاعد في البيت. مفيش سبونسر اي سبونسر. مفيش رجل اعمال جالكوا حتى على الاقل. لا ممكن لو هنتكلم في رجال اعمال هو اللي تبنى الموضوع في الاول كان مستر فريد التوبجي. اتكلمنا شويه عن السبونسر او الناس اللي اوكي احنا رحنا الاول كانت مستر فريد التوبجي شركه بافاريه. ده كان الموضوع كان لسه سكراتش. ده الراجل ده انا بحترمه طبعا لغايه دلوقتي. هو اللي دعم الموضوع من اوله. هو اللي واقف جنبينا. من غيره كان الموضوع هيبقى هوا. متخصص هو في حركه يعني بافاريا وكيل بي ام دبليو ميني كوبر. تمام. خد الموضوع من اوله. هو اللي فضل معانا من الاول. في 2011 كان هو برده عايز يبقى معانا بس الدنيا ما حصلش نصيب. في 2012 المفروض ان هو وعد يعني ان هو هيبقى معانا وربنا يكرم. بس في شركات طبعا كتير رحنا لها فشلنا. ماستر لما رحنا لها من غير الوزير ادونا عرض مجحف. هندفع فلوس اكتر من اللي انا لو ما خدتش منه العرض اصلا. خدنا الديسكاونت على سعر التذكره اللي هو الاياتا. ده بيبقى سعر سنوي اغلى من التذكره. يعني انا بالديسكاونت راح يعملوا لي اخد التذكره ب 6000 جنيه وهي بره ب 3400 جنيه. بس فلما رحنا للست فريق احمد شفيق ايام ما كان في الوزاره يعني هو اللي جاب لنا الاوفر اللي سافرنا بيه.
غير كده لا رجال اعمال هو ما كانش فيه غير مستر فريد وبس. طب احكوا لي احنا دلوقتي وصلنا لفين بقى؟ يعني دلوقتي العربيه انت قلت فيه بس مشكله بسيطه في البريك او في الفرامل، يعني في مشكله بس شويه بسيطه بس تتحل، ولكن المفروض في شهر 6 2012 هتطلعوا المسابقه مش هي بذيك الجديده. دي لا يعني احنا شاركنا بدي في 2010 وما ينفعش تشارك في هنعمل واحده جديده ان شاء الله في 2012. فانتوا ناويين ان شاء الله السنه الجايه تعملوا عربيه جديده؟ بالظبط. طب ايه مواصفات العربيه الجديده اللي انتوا هتعملوها؟ نفس المواصفات بس نبتدي نعدل، يعني في شويه مشاكل عدت علينا بتختلف عن الرولز بتختلف بيزودوا شويه. ايه الرولز بتاعت الشورت السنه دي ان شاء الله؟ في السنه دي الجديد ان هو كان في جزء السنين اللي فاتت كان في جزء ان انت بتعمل هايبرد فيكل اللي هي موتور وانجن اللي هو موتور كهرباء ومحرك احتراق داخلي، ده الترجمه بالظبط يعني. تمام. وجزء اللي هو سي اي اي اللي هو محرك احتراق داخلي بس. تمام. فهو دلوقتي عمل كله ميكس، دخل كله في بعضه بقى. يعني الهايبرد فيكل كان بيخش مثلا بيعمل خمس او ست جامعات بيخشوا تقريبا، ممكن يوصلوا ل 10 يعني 10 جامعات بتخش هايبرد فيكل. دلوقتي بقى كل التصنيف بقى اصعب، لان انت دلوقتي الهايبرد فيكل دخلوا معاك في الاستاف اللي انت هتصنف من خلاله. فالجديد في الرولز المنافسه اقوى بالظبط، وده شيء اعتقد كويس لينا احنا كشباب عايز يبتدي يشد حيله شويه، فده يكبر ساعتك او تقبلك للشغل. بس احنا المشكله ان الشباب يعني اتقطم وسطه ان هو عمال بيكافح جوه اكتر من بره. ده الكلام اللي انا قلته حتى لسياده الوزير، قلت له احنا المشكله عندنا الكبرى جوه، احنا الناس بره كانت بتساعدنا بتدينا تولز هنا قصة. بس برضه هو في نفس الوقت ثلاث اسابيع مش وقت كتير انه يقتل الامل، يعني على الاقل عديتوا فتره اكبر بكتير يعني. بس برضه للحق يعني طبعا خدتوا وعود كويسه. تعالى انا هتابع معاكم برضه وعايز الشباب ان شاء الله، يعني احنا كعايز الشباب هنتابع معاكم الفكره دي ونشوف وصلته، هل سياده الوزير حقق بوعوده ولا لا، ونبتدي احنا كمان ننزل بقى عشان ايه نسهل لكم. احنا مفيش ايفنت ممكن بننزل فيه يعني احنا فورمولا الاهرام نزلنا، اوتوماك نزلنا، الفير افريكا بتاع الجامعه الامريكيه رحنا اللانش بس حصلت ظروف كده فما نزلناش. في عملنا ايفنت في الكليه عندنا لسه قريب، وفي ايفنت في الجامعه الامريكيه اسمه اي تريبل اي اللي هو يوم الجمعه ده برضو احنا نازلين فيه ان شاء الله. يعني ان شاء الله ممتاز. في الاخر قول لي طموحك ايه، يعني طموحك ايه للبروجكت ده؟ البروجكت ده عامه عايزين بروموت شويه فكره الموتور سبورتس، الناس تبقى مدركه اكتر ان في حاجه اسمها موتور سبورتس، مش عربيات بتجري ورا بعض، لا الفكره مختلفه. نهتم شويه بالجانب التصنيعي، نبتدي ان الشباب عامه يبقى عنده فكره ان هو يخرج عن المألوف شويه. بس يعني هي اهم حاجه بالنسبه للموتور سبورتس، لان لو حصل ديفلوبمنت كويس في الموتور سبورتس فالدنيا هتختلف كتير في مصر، الخريطه نفسها كلها هتتغير يعني. اشكركم جدا والله شباب، نموذج يشرف ربنا يسعدكم. احنا بس كنا عايزين نقول على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك عشان الناس تتابعنا، هي حلوان فورمولا ستودنت زي ما الناس بتنطقها عادي جدا. حلوان سبعة يعني ولا اتش؟ لا حلوان اتش، حلوان عادي، فورمولا ستودنت سبيسز طبعا بتوين الكلمات، عليها كل الفيديوز اللي احنا اشتغلنا بيها وعليها كل الصور وكل المراحل بتاع التصنيع العربيه من اول 2010 لغايه دلوقتي. تمام، ربنا يوفقكم ان شاء الله الفتره اللي جايه عمر ابو عافيه، وكمان معتز مصطفى نورتونا جدا بالتوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه، واحنا معاكم على فكره في اي حاجه زي ما انتم شايفين. زي ما احنا شفنا يا جماعه يعني نموذج مشرف مصري زي ما كل مره بنجيب نماذج مصريه مشرفه جدا 100%، يا رب يعني يبقى في تطور معانا دايما ليهم وناس تقف جنبهم وتساندهم، ولحد انت يبقى في تعقيد، يعني لحد انت يبقى في تعقيد لشباب مصري ممكن يبقى ليه دور ايجابي جدا في كل العالم. على العموم خليكم معانا يا جماعه، لسه مكملين معاكم عايز الشباب. السيجمنت جاي معانا مهم جدا هيكون مع عادل، ان شاء الله هنتكلم فيه عن المشاكل اللي حصلت في جامعه الازهر وايه اللي حصل لنا واللي ضربناه والضرب اللي ضربناه لما رحنا هناك. صور خليكم معانا. بتفرجوا علينا على روتانا مصرية كوميك كلاب، ادخل معانا عالم الضحك واستمتع بأحلى النكت.